داخل في ظل المخاطر والهجم الشرس الإسرائيلي على القطاع الزراعي، لا في مي، لا في ضمان لقصة الأرض، لا في يعني أمان لقصة اقتلاع أشجارنا، لا في ضمان وحماية لسوقنا، في كل لا في بنك تسليف زراعي، لا في صندوق كوارث. كل هاي القضايا اللي بنحكي عنها، الظروف اللي بتمتع فيها كل مزارعين العالم، احنا بنفتقدها. فوق كل هذا وهذا، لا بدنا نرجع للمزارعين ضريبتهم، وبدنا نفرض عليهم ضريبة الدخل للأسف. فهي قضية أنا بطالب باسم المزارعين الفلسطينيين، وأنا بعبر عن وجهة نظر كثير من المزارعين اللي بتحدثوا على أنه لازم نأخذ خطوة باتجاه المطالبة سيادة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التحقيق، وعندنا الأوراق والقرارات اللي راحين ندعم فيها موقفنا. مش حلو أنه إحنا نصل لفترة أنه نروح نرفع قضية على الحكومة، هاي حكومتنا. إحنا دائما بنأمل نحل هاي القضايا بشكل ودي، وهي قضية كل فلسطيني أنا متأكد هو معها. لكن ليش اللي عم بصير بالطريقة هاي؟ أنا باعتقادي في مسؤولية لا لجنة التحقيق تكشف مزارع لهالدرجة مهمش، إنه مش هو المهم في أهم. يا أخي كنا نستوعب إنه لما كانت أزمة الموظفين وكل هالقضية، طب وبعدها ليش عم تماطل القضية؟ لا في توجه أو نهج معين عم نشعر رايح باتجاه إنه يلغي هذا الملف كامل ويفرض الضريبة، وهذا دمار للقطاع الزراعي. يعني لولا الخجل لوضعنا خيمة بجانب خيمة الأسرة، خيمة عزاء للقطاع الزراعي بالنهج اللي عم نلمسه في الفترة الأخيرة للأسف. فأنا بتأمل على المسؤولين لا أنه يتم تشكيل لجنة التحقيق، ونحاول إعمار كل القضايا اللي تم يعني وجود مشاكل فيها.